اخي الكريم، تواصلوا معي من المحكمه الدوليه، وانا شخصيا كان عندي لقاء خاص مع نائب امين عام الامم المتحده قبل عده اشهر، وكلموني بكل وضوح ان الملف الذي قدم ملف ضعيف، لا بد عليه ان يكون ملف قوي في اثباتات وحقائق مؤكده، ليس فقط صور للقتلى ولكن صور للقاتل، ليس فقط الرصاص ولكن فقط اراني من هو. الملفات التي قدمت لا بد ان تكون ملفات قويه، ولهذا تاخرت او تاخر مجلس الامن في التدخل لانه لم يكن لديه معلومات كافيه، وهذا هو دور الشباب الذي نرى انه لا بد عليهم ان يكرسوا ويكرروا ويحققوا في هذا الموضوع بحيث يكون الملف متكامل ويكون الاجراءات على اليمن صارمه وسريعه. استاذ حكيم، نعم. ما الذي بمقدور الشباب ان يفعلوا يعني ويحركوا هذا المجتمع الدولي البطيء؟ ايش ممكن يفعل الشباب؟ مظاهرات يومية ليس كما الموجود حاليا، لكن مظاهرات تدعو التدخل المتحدة أو المحكمة الجنائية، يكون التكرار لهذا الموضوع شبه يومي وليس مرة في الأسبوع، يعني أن تجعل الخارج يحس بالحزن والألم لما يحصل. يعني زي ما لاحظنا يتحدث عن الملف حقوق الإنسان، طبعا هناك فريق من منظمات المجتمع المدني ذهب إلى جنيف وقدم للعالم والمجتمع الدولي الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها هذه القوى. هذه القوى شكلت فريق من قبلها وذهب إلى هناك، يقول أحدهم اللي هو المسمري بأنه الملف الذي قدموه كان ضعيف، ملف قدموا فيه صور القتلى والأشلاء لكنهم لم يستطيعوا أن يقدموا القاتل. بعض الآراء تقول لأنهم هم قتلوا هؤلاء الناس لا يمكن أن يقدموا أنفسهم في هذا الملف، سيكون نوع من العبث. أيضا يقول لابد من إجراءات صارمة تتخذ من المجتمع الدولي ضد هذا البلد، وكانوا يتحدث عن يعني وهو من المريخ ويتحدث عن اليمن في كوكب الأرض، ثم يدعو لمظاهرات تدعو إلى تدخل المحكمة الجنائية وتصعيد ما يقوله هو نفس ما نلمسه في الشارع. دكتور علي، أستمع إليك في التعليق على هذه الاطروحات وعلى هذه التعبئة وعلى هذا التصعيد الذي يخطط له مسبقا، ليس من قبيل الصدفة. نعلم جميعا بشكل أو بآخر أي مسيرة ليعلن عن رأيي أنا أجمع مجموعة من الناس سلميين وأخرج في الشارع أقف وأعلن للعالم بلوحات أو لافتات رسالتي وما هي مطالبي للحكومة، ومن ثم تكون رسالتي وصلت وينتهي الأمر. لكن ما يحصل عندنا كل مسيرة كأنها معركة، كأنها بين خلالين في نظرهم غزوة من الغزوات كما في التاريخ القديم. كيف أتعامل مع هذا الطرح؟ أولا دعني أعود إلى الفتاوى التي أباحت دماء اليمنيين بالكامل. الحقيقة أنهم جعلوا من الدين الإسلامي وسيلة وليس غاية، وعندما جعلوا الدين وسيلة تجاوزوا كل الحدود الشرعية وأصبحت الأحكام الشرعية من وجهة نظرهم ملغية في خلال هذه الفترة لكي يحققوا هدفهم الوصول إلى السلطة. هم نصبوا المشانق لكل الشعب لأنهم يدركون أن الشعب قد حجب عنهم الثقة عندما اشتركوا في أكثر من عملية انتخابية وقدموا أنفسهم بفكر منغلق، فكر جاهلي، فكر لا يخدم مستقبل اليمنيين، بل ولا ينبع من ولا يتمسك بجوهر الإسلام عقيدة وشريعة. ولأنهم قدموا أنفسهم للناخب اليمني بهذا الشكل، الناخب اليمني على وعي وإدراك بعقيدته الإسلامية ومتمسك بجوهر العقيدة الإسلامية، بل اليمنيون هم النواة الأولى للإسلام، لذلك رفضوهم. وعندما رفضوهم هم الآن ينصبون المشانق لكل من رفضهم، لكل من لم ينتخبهم. وأنتم لاحظوا من خلال خروجهم، من خلال تدميرهم، لا يفرقون بين صغيرا وكبيرا، لا يفرقون بين أعزل من السلاح، لا يفرقون بين أحد، وإنما يقتلون الناس جميعا من أجل أن يصلوا إلى غاياتهم. ما سمعناه من المتحدث الذي ذهب بملفهم إلى مجلس حقوق الإنسان وقال أن هذا الملف ضعيف لأنهم لم يقدموا القاتل، وهم واضح مثل ما أشرت من هو القاتل، لأنهم يدركون حقيقة الأمر ويدركون مخططهم الذي ينفذونهم.
ينفذونه على أرض الواقع. هم في حقيقة الأمر لديهم فكرة أو عبئت أفكارهم على أنه لا يمكن أن ينجحوا أو أن يصلوا إلى 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 كرسي الرئاسة إلا عبر نهر من الدماء. ولذلك يقول لابد أن تكون هناك إجراءات صارمة، وهذه الإجراءات الصارمة هي المزيد من سفك الدماء، المزيد من الفوضى، المزيد من التدمير، المزيد وإلصاقها للنظام. هم يريدون عندما نحن نقول ونطالب الجهات الأمنية بأن تتحمل مسؤولياتها، هم الحقيقة يريدوا أن يكحموا الجيش ويكحموا الأمن ويكحموا كل شيء في البلد من أجل أن تحدث المجازر، لكي يوهموا الرأي العام العالمي بأنهم أبرياء وأنهم مظلومين وأن الأمن يستخدم ضدهم السلاح. لكن كانوا يخططون لدعوة المجتمع الدولي لضرب اليمن، لتدمير اليمن. هذه النداءات تنطلق من ساحاتهم يوميا، يناشدون الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الأطلسي بأن يضرب اليمن، بأن يقصف اليمن. وأنت يعني أو الرأي العام اليمني يعني أصبح بهذه السذاجة التي يمكن أن يقبل بهؤلاء أن يكونوا حكاما له، حكاما عليه، بعد أن دعوا العالم الخارجي لكي يضرب اليمن، لكي يدمر الدولة اليمنية وينهي كيانها. ماذا سيحكمون هؤلاء؟ هؤلاء يظنون وربما يظنون، وأن بعض الظن سيء، وأن المكر السيء لا يحق إلا بأهله، يظنون أنهم في أبراج عاجية لن تصل إليهم يد الشعب. نعم. يريدوا أن يحرقوا الشعب، يحرقوا الأخضر واليابس، ثم يبدأوا ينشئوا الحياة من جديد، ويظنوا أنهم سيعمرون وسيقومون بهذه المهمة. لكننا نقول بأن إرادة الله سبحانه وتعالى أقوى من إرادتهم، طالما أنهم خرجوا على شرع الله وجعلوا من ديننا الإسلامي وسيلة وليس غاية. ينبغي أن تخضع السياسة في الأساس، في الأصول الدين، أن تخضع السياسة للدين وليس الدين يخضع للسياسة. أن نجعل من الدين وسيلة، هذه قمة الخروج على شرع الله سبحانه وتعالى، وقمة التمرد على الإرادة الإلهية. وبالتالي هذا المخطط الذي نسمعه وهذا التحريض الذي نسمعه هو من أجل المزيد من سفك الدماء، من أجل أن يستعطفوا الرأي العام العالمي ليقولوا أنهم يذبحوا، والحقيقة أنهم هم الذابحين وهم القتلة وهم من يسفكون دماء الأبرياء ومن يقتحمون المنازل ومن يقتحمون المنشآت ويحتلونها من أجل أن يقتلوا كل بريء وكل مواطن. نعم.